الشرق الأوسط يشتعل عسكرة ولهيبا وتهديدا. الولايات المتحدة تصعد حشد حاملات الطائرات والغواصات في ضوء التوتر الإقليمي المشتعل بالفعل، وتعتمد عنصر السرعة في إرسال مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المجهزة بمقاتلات هجومية من طراز F-35 بالإضافة إلى العديد من المدمرات، والغواصة USS جورجيا التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز. وتنضم تلك الأصول العسكرية إلى حاملة طائرات موجودة حاليا في المنطقة USS تيودور روزفلت منذ يوليو الماضي، والمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات دوايت أيزنهاور المنتشرة في البحر الأحمر منذ يونيو الفائت. إسرائيل أبلغت واشنطن أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق، وترجح الاستخبارات الإسرائيلية أن يهاجم حزب الله أولاً ومن ثم الإيرانيون، كما رجحت أن تشمل الهجمات إطلاق صواريخ ومسيرات على أهداف عسكرية وسط إسرائيل وقرب مراكز سكانية مدنية. في ضوء تلك الترجيحات، طالب الجيش الإسرائيلي من جنوده وضباطه الموجودين في جورجيا وأذربيجان مغادرتها فوراً وعدم السفر إلى البلدين خوفاً من أي عملية انتقامية إيرانية. الحرس الثوري الإيراني الذي يجري مناورات عسكرية كشف عن صواريخ كروز جديدة قال إنه لا يمكن رصدها، ونقلت مصادر أن عناصر الحرس تدفع باتجاه هجوم صاروخي على مدينة تل أبيب الإسرائيلية. كما حضرت الميليشيات الموالية لإيران في العراق واشنطن وهددت بالانتقام حال استهدفت القوات الأمريكية عراقيين أو استخدمت المجال الجوي العراقي لشن هجمات على إيران. قادة إسرائيل يتمنون المباغتة بضربة استباقية على إيران أو حزب الله في لبنان، إلا أن ضغوطا أمريكية تكبلهم وترفض بشدة اندلاع حرب إقليمية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن الإسرائيليين يرون أن استراتيجية الرعب بالانتظار محبطة ومدمرة.